أهل السنة والجماعة السلفيون. أولا يجتهد العلم طالب العلم في التلقي، فإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالعلم لا يؤخذ هكذا من بطون الكتب، بل إن أكثر من ضل في هذا الباب هو من زعم أنه مستقل يستطيع أن يستنبط ويجتهد من نفسه، وتجده من أجهل الناس، بل تجده يقع في الحق في الباطل يظنه حقا، وفي البدعة يظنها سنة. فالطريقة أن يجتهد المسلم في العلم والتعلم والفقه في دين الله، ثم يبدأ بالمختصرات ما وجد إلى ذلك سبيلا، فيحفظ القرآن أولا، وهو من أعظم ما يثري ويصقل ذهن طالب العلم. وأيضا يبدأ بالأربعين النووية وبكتاب التوحيد وبعض شروحها المختصرة، وكذلك يجتهد في أن لا يتجاوز كتابا حتى يتقنه ويحسنه، إنه ليس المقصود ب وجود الكتب عندك مجرد جمعها، إذا لم تفد منها وتأخذ الملخص الفقهي في باب الفقه للشيخ صالح الفوزان، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المطولات ما وجد إلى ذلك سبيلاً.